لدينا تمارين بحث الاحتمال الشرطي صفحة 21. السؤال الأول يقول السؤال: استطلع مدير مدرسة ثانوية مختلطة آراء طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي حول رغبتهم في القيام برحلة إلى أحد الأماكن الأثرية، وكانت آراء الطلاب كالتالي. إذا لدينا صف طلاب البكالوريا، الصف فيه طلاب وفيه طالبات، وكانت آراء الطلاب عبرنا عنها بهذا الجدول الممثل لدينا. انظر إلى هذا الجدول، لاحظ لدينا ذكور وإناث، لدينا يرغبون بالرحلة ولا يرغبون بالرحلة ومترددون والمجموع، وهنا لدينا السطر الرابع مجموع، لاحظ لدينا 11 من الذكور يرغبون بالرحلة، 3 من الذكور لا يرغبون بالرحلة، 2 من الذكور مترددون، ومجموع الذكور ككل 16. الإناث لدينا 9 إناث يرغبون بالرحلة، 4 إناث لا يرغبون بالرحلة، 6 إناث مترددون، مجموع الإناث ككل 19. هنا في هذا العمود لدينا العدد 20 هو عدد الطلاب الراغبين بالرحلة ما بين ذكر وأنثى، ما بين طالب وطالبة. هنا لدينا العدد 7 هو مجموع الطلاب اللا راغبين أو الغير راغبين بالرحلة ما بين ذكر وأنثى، وهنا لدينا العدد 8 مجموع الطلاب المترددون ما بين ذكر وأنثى، ولدينا العدد 35 سواء جمعنا الأعمدي أو جمعنا الأسطر، لاحظ أحصل على العدد 35. طبعا هكذا كانت آراء الطلاب. الآن نختار طالب بطريقة عشوائية، إذا نختار طالب بطريقة عشوائية ولنرى رأي هذا الطالب. إذا نختار أحد الطلبة عشوائيا، عندئذ أجب عن الأسئلة التالية: اخترنا طالب من هذا الصف بطريقة عشوائية، والمطلوب ما احتمال أن يكون هذا الطالب ممن يرغبون بالرحلة؟ أفرض الحدث A حدث الطالب يرغب بالرحلة، أليس كذلك؟ احتمال A. أنا عندي بالشعبي كم طالب أريد الإجابة منكم طلاب؟ لدينا عدد الطلاب 20. ممتاز، 20 على 35 عدد الطلاب الراغبين على العدد الكلي، أحسنتم. إذن احتمال الآي عدد الطلاب الراغبين على العدد الكلي. طبعا الجميع الكتاب أمامه والجدول أمامه لنتابع حال الطلبات. لاحظ هذا حل الطلب الأول كان، لاحظ إلى الطلب الثاني. الطلب الثاني ما احتمال أن يكون ممن يرغبون بالرحلة علما أنه ذكر، علما أنه ذكر، معناته نحن أمام طلب احتمال شرطي. لاحظوا طلاب هذا الحدث الذي وقع، حدث الحصول على ذكر أو حدث اختيار ذكر، الاحتمال المطلوب هنا أو الحدث المطلوب الطالب المختار يرغب بالرحلة. انظروا جميعا الحدث الذي وقع B الطالب المختار ذكر، NB عدد عناصر B يساوي 16. لاحظوا هنا طلاب أنا لم أحسب الاحتمال، أنا أخذت قاعدة أو خاصة من خواص زلة الاحتمال الشرطي، قلت احتمال وقوع الحدث A علما أن B قد وقعت، قلت N الA تقاطع B على NB راح طبقها، يعني اختصر نوع من الحل من أجل هذه الطلبات. مو هاي كانت الخاصة الرابعة من خواص دالة الاحتمال الشرطي، احتمال أي علم نبي قد وقعت سواء عدد عناصر التقاط ولا عدد عناصر الوقع. لاحظ هنا الحدث الذي وقع هو B الطالب المختار ذكر، NB عدد عناصر B يساوي 16. الحدث المطلوب سميته A لأنه مرق معي أو بيّن معي بالطالب الأول، الطالب المختار يرغب بالرحلة،
وعليه يكون الاحتمال مطلوب. احتمال الاي علما ان بي قد وقعت هنا طلاب، احتمال الاي علما ان بي قد وقعت راح طبق عليها القول اللي ذكرته هلا قبل شوي، هو ان الاي تقاطع بي، ان الاي تقاطع بي على ان البي، اليس كذلك؟ لاحظوا احتمال الاي علما ان بي قد وقعت هي ان الاي تقاطع بي على ان البي. طلاب الاي تقاطع بي هو مين؟ هو الطالب المختار، ذكر ويرغب بالرحلة، معناته ذكر راغب بالرحلة. إذن الاي تقاطع بي هو ذكر راغب بالرحلة، الاي الطالب المختار يرغب والبي ذكر، معناته ذكر راغب بالرحلة. أريد الإجابة منكم، كم طالب ذكر يرغب بالرحلة؟ الجدول أمام الجميع، قد 11 طالب. احتمال الاي علما ان بي قد وقع يساوي ان الاي تقاطع بي على ام بي 11، وعدد عناصر بي بالطلب السابق 16، معناته الاحتمال المطلوب قيمته 11 على 16 فقط. انا طبقت انه احتمال وقوع حدث علما ان بي قد علما ان الحدث الاخر قد وقع يساوي عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الحدث الذي وقع. الطلب الثالث، ما احتمال ان يكون متردد مع انه انثى؟ كلمه مع يعني علما ان، منطقيا كلمه مع معناته علما ان، ما احتمال يكون متردد مع انه انثى يعني علما انه انثى، معناته الحدث الذي وقع هو مين؟ حدث اختيار انثى، أو حدث الطالب المختار هو أنثى، خلينا نسميه سي معلش، الحدث الذي وقع هو سي، حدث الطالب المختار أنثى، إن سي عدد عناصر سي، أنا عندي كم أنثى في هذا الصف؟ الجدول أمام الجميع، كم أنثى؟ 19 عناصر سي يساوي 19، أليس كذلك؟ وعليه الحدث المطلوب حدث الطالب المختار متردد، اتفقنا الحدث المطلوب انا ما بحسب احتماله، وعليه الاحتمال المطلوب هو احتمال الدي تقاطع سي، احتمال الدي تقاطع سي، احتمال الدي تقاطع سي. طلاب هنا راح يكون القانون ان دي تقاطع سي على ان سي، اليس كذلك؟ انظروا احتمال الدي علما ان سي قد وقعت يساوي ان دي تقاطع سي على ان سي، عدد عناصر التقاطع الدي تقاطع سي هو انثى متردده، انا عندي كم انثى متردده في الجدول؟ عدد عناصر الدي قد ايه؟ ستة. احتمال الدي علما ان سي قد وقعت يساوي ان دي تقاطع سي على ان سي، والذي يساوي 6 على 19. الطلب الرابع، ما احتمال ان يكون ذكر اذا علمت انه لا يرغب بالرحله؟ نعم، الحدث الذي وقع خليني اسميه على سبيل المثال اي، الطالب المختار لا يرغب بالرحله، الحدث الذي وقع هو اي، الطالب المختار لا يرغب بالرحلة، ان اي عدد عناصر اي، كم عندي في الجدول، الجدول امامكم في الكتاب، كم طالب لا يرغب بالرحلة؟ ما بين ذكر سبعة معناته عدد عناصر اي يساوي السبعة، الحدث المطلوب مين؟ الطالب المختار ذكر، هذا المطلوب أليس كذلك؟ ما بحسب احتمال حدث مطلوب، أقول احتمال المطلوب هو احتمال البي علما أن بي قد وقعت، واحتمال البي علما أن بي قد وقعت راح طبقها هي إن البي تقاطع إي على إن إي، أليس كذلك؟ انظر احتمال البي علما ان اي قد وقعت يساوي ان البي تقاطع اي على ان بي، عندي كم عنصر بي تقاطع اي؟ البي تقاطع اي هو من هو؟
لاحظ ذكر لا يرغب، ذكر الطالب ذكر لا يرغب بالرحلة، الطالب المختار هو ذكر لا يرغب بالرحلة. أنا عندي عدد الذكور غير راغبين بالرحلة قديش؟ عدد الذكور غير راغبين بالرحلة أحسنتم. احتمال البي علما أن بي قد وقع، احتمال البي علما أن إي قد وقعت يساوي إن البي تقاطعي على إن إي، عدد الإناء عدد الذكور الغير راغبين ثلاثة على عدد الكل للغير راغبين سبعة، ومنه الاحتمال المطلوب هو ثلاثة على. بهذا طلابنا نكون أنهينا السؤال الأول من أسئلة الاحتمال الشرطي.